اهلا وسهلا ومرحبا. بقى كاين واحد ضجة قالوا لي في المغرب، في المغرب وفي الخارج. ملي علموا بديك ما غيكونوش ديك الاحتفالات ديال عيد العرس، الناس بداو كيتسالوا شنو وقع، شنو عاود الكوفيد بحال كان قال. هادي واحد جوج الاسابيع او ثلاثه الاسابيع قال لك الملك مريض بالكوفيد. الملك ما مريض بالكوفيد وما كانش عنده الكوفيد، الملك ما يقدرش يكون عنده الكوفيد، مستحيل. هذيك كتسمى مرض دبلوماسي. الملك مريض، مريض المعقول، ولكن ما عندوش الكوفيد. دونك انا من هذه واحد جوج ثلاثه الاسابيع كيعيطوا لي شي سميو اصدقاء او زملاء، قال لك حنا شفنا الملك وقع له شي حاجه، ما فهمناش اش كاين عندكم. ثم انا ما عندي خبر، انا ما عرفش واش الملك مات ولا ما مات، ولكن ولا كان غادي يكون مات غادي يعلموا به، ويقدر يصبر واحد يومين ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام، ولكن ما يقدوش يبقى صابرين شهر ولا جوج الاسابيع. انا كيبان لي الملك باقي في الحياة. حسيت كاع بعث لي واحد الفيديو ديال واحد السيد قال لك الملك حيدوا له من يده صمصم الحكم وعطاوه سميتو ديك الامير الحسن، حيدوا له في باريس. قال لك الامير طلع في الطياره مع عند غازولي وهما غادي المغرب وصافي وغادي يعلموا بالحسن الثالث. قلت له انا ما شوف ديك الفيديو، قلت له انا ديك الفيديو خرج فيه واحد طوموبيلات كحال خارجين وداخلين في القصر. والله الا عيط لي واحد مسؤول كبير، مسؤول كبير اجنبي. قلت له انا اخي انا ما عنديش هذا الخبر، ما كنظنش، ما كنظنش. علاش اندريا زولي ما كيتكلفش بهذا الشيء؟ اندريا زولي يقدر يتكلف بالتصهيونيت واسرائيل بشي حوايج اخرين، فرنسا 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 اكثر من اسرائيل اندريا زولي. ولكن باش اندريا زولي غادي يشد ديك صمصم الحكم ويمشي مع الحسن الثالث ولا الحسن باقي ما علموا به، ديك الامير الحسن غادي يمشي للمغرب في الطياره صافي. قلت انا ما كنظنش. اندريا زولي دابا ولا شنو؟ اندريا زولي ما بقات عنده قيمه. القيمه اللي عنده هي الديانه ديالو، يهودي. هذا النظام ديكتاتوري باغي يبين، اوروبا والولايات المتحده لا هو عنده مستشار يهودي، اما هو ما بقات له قيمه. هذه واحد السنوات كانوا خرجوا واحد الخبر واحد الجريده اسبانيه قال لك اندريا زولي كيعيط لديك التجار ديال الجمله يهوديين اسبانيين في سبته وكيقول لهم دخلوا المغرب، دخلوا المغرب حنا غنعاونوكم، ما تبقاوش في سبته. انا مستشار الملك، مستشار ديال الملك كيعيط للتجار ديال الجمله. انا بحق انا عرفت تما ما بقات عنده القيمه اللي كانت عنده قبل مع الحسن الثاني. قلت لهم انا ما كنظنش ان اندريا زولي غادي يقدر يتكلف بهذا القضايا ديال الخلافه الملكيه، ما يقدرش. ماشي ما كنظنش، انا سوي سيغ. انا ديك الناس ديك الاولانيين اللي جابوا الخبر الحسن الثاني مات. كانت واحد النهار ديال الجمعه 23 يوليوز 1999، كنت غادي في الطوموبيل بين الدار البيضاء ومراكش، كنت في الطريق. حنا غاديين باش نشارك في واحد المؤتمر السنوي كنا كنعملوه في مراكش في ديك الوقت اللي كنت رئيس التحرير ديال مجلة لو جورنال. وانا غادي في الطريق وعيط لي واحد الاخ، واحد الصديق، كان تيق فيه بزاف. عيط لي قال لي وفينك؟ قلت له انا هنا غادي لمراكش. قال لي وشوف؟ قال لي رجع مشيت لمراكش. قلت له واش لاباس؟ كان عيط لي بين 3 العشية والخمسة.
عيط لي قال لي شوف مول الأمانة دا أمانتو، أو لا قدرتي ترجع لدارك رجع لدارك وشد عليك. بعد سيد ما نقدرش نعطي السمية ديالو باسكو بلا، ولا ما عطانيش الإذن باش نخرج الاسم ديالو، ما نقدرش نعطي السمية ديالو. قلت له هادشي صحيح؟ قال لي هادشي صحيح. مالي مع السلامة، احضي راسك. وقطع تليفون. وانا الجريده في ديك الصافي حنا عندنا جريده اسبوعيه، انا عندي واحد الخبر بحال هذا، السيد كنثق فيه 100%، عطاني هذا الخبر. الحسن الثاني مات، ما قاليش هو في التليفون الحسن الثاني، باش يقول لك مول الامانه دا امنتو ورجع بحالك ومشي دخل لدارك وشد عليك. كان في ديك الوقت كانوا الناس خايفانين، خايفانين كانوا الناس خايفانين تقلب الدنيا. اللي مات هذيك الحسن الثاني كان الناس كيقولوا صافي غادي تقلب المغرب، غادي تقلب، غادي يموتوا الناس، غادي ايوا. حنا عندنا الاسبوعيه صافي، كنا خرجنا العدد الاخر سنوي، وعندي واحد الخبر بحال هذا، خبر زعما مؤكد ما فيهش اللعب، ما فيهش اللعب. وشنو عملت؟ عيط لكلود جوفينال، المرحوم كلود جوفينال اللي كان هو في ديك الوقت مدير ديال مكتب لايف بي في الرباط. عيط له قلت له عندي واحد الخبر اللي غادي يهمك، انا ما نقدرش نخرجو. اولا عندي اسبوعيه وهذا واحد الخبر خصو يخرج ديك الساعات. ثانيا حنا صافي العدد الاخر ديال الجورنال خرج ولا كان غادي يخرج، دونك ما نقدرش نخرجو. وانا ماشي في الدار البيضاء، انا ما كان المقر ديال المجله في الدار البيضاء. قلت له انا ما نقدرش نخرج هذا الخبر، الحق نعطيك واحد الخبر ثقل. حسن الثاني مات. قال لي مات هو في الرباط، المكتب ديالو في الرباط. المكتب ديال لايف بي، هما الخبر اللي عنده في لايف بي حنا بزاف المرات ما عندناش. قال لي توي سيغ؟ قلت له سيغ 100%. حسن الثاني مات. قال لي انا غنشوف. قلت له شوف سر براسك، باسكو انت غتكون الاول كاع في العالم اللي غتخرج هذا الخبر. قال لي شكون عطاك هذا الخبر؟ قلت له انا ما نقدرش نعطيك السميه، شكون عطاني الخبر؟ معاك لا سورس. قلت له الي اولترا بون. ايوا هي هذيك، ما عرفتي واش هو الاول ولا الثاني، واش لايف بي هي الاولانيه ولا الثانيه اللي كتخرج الخبر ديال البنت ديال الحسن الثاني. هو كان عيط لشي ناس وديك الناس اكدوا له، شي ناس ديالو، شي ناس في القصر الملكي ديال الرباط. دونك كنشي باش كنقول لكم نهار اللي كيكون عنده شي واحد شي خبر حنا ما نخبعوهاش، علاش نخبعوه؟ ما نخبعوش، نخرجوه ولا ما نقدرش نخرجوه كنعطيوها لواحدين اخرين، واحدين عندهم الامكانيات باش يعملوا ديك الغوكوبمون باش يشوفوا واش صحيح ولا ماشي صحيح. الحق الخبر هذا كيخرج. حنا كنعرفوا قدكم محمد السادس مريض، مريض بالمعقول نقدر نقولوا، ولكن ما ماتش. جات واحد الازمه، الحق ما ماتش. حنا ما كان عندنا هذا الخبر ديال الموت ديال محمد السادس نخرجوه، ما غاديش نخبعوه. علاش نخبعوه؟ بحال كاين واحد الخدمه اللي الصحفي خصو يعملها، هو اللي كنقولوا الفرنسيه لو غوكوبمون، خصنا نعيطو باش ناكدوا الخبر واش هادشي صحيح ولا ماشي صحيح. وانا هادشي اللي عملت، ملي شفت الناس كي لا لا حنا عندنا هاد الخبر هذا متقن، ولا هاد الخبر عندك متقن مشي اخي خرجوه، ولا دفع عطيه لو موند، ولا عطيه فهمتي الواشنطن بوست، ولا عطيه الباريس، ولا الموندو، ولا لا ريبوبليكا في ايطاليا يخرجوه لك. ولكن حنا هذا الخبر انا ما عنديش هذا الخبر. الخبر ماشي صحيح، كاين شي حاجه صحيحه بالحق. لو بوين اسونسييل، النقطه الرئيسيه هو محمد السادس مات. هادشي ماشي صحيح، هذا غيموت بيان سور غيموت، وحنا كاملين غنموتو. ولكن هادي جوج ثلاث الاسابيع السيد ما ماتش. وملي شفت الناس كيعيطوا عاود كيعيطوا، لا قول لنا، لا كاين شي حاجه، كاين شي حاجه. هاد اليوتيوبر خرجوا شي حاجه. قلت لهم انا شوف اليوتيوبر ماشي صحفيين، يقدر يكون عندهم ديك الخبر صحيح،
حق ماشي صحفيين، صعيب بس تكون عندك واحد الخبر بحال هكا، صعيب صعيب صعيب. انا شنو عملت؟ انا عملت بحال كامل الصحفيين، عيط لواحد السيد، واحد صحفي فرنسي فرنسا، هو رئيس ديال واحد لا سيكسيون ديال واحد جريده مهمه تما في باريس، كيتكلم بديك كي اسمحوا لي كيتكلف بديك المقالات ديال التأبين، ديك لي نوتيس نيكرولوجيك، نهار اللي كيمرض شي واحد كيقول عنده شي مرض خطير ولا ماشي خطير، نهار اللي كيحسوا ديك السيد يقدر يموت. بعد دابا ديك لا نوتيس نيكرولوجيك، ديك المقال التأبين ديال فرانسوا ميتيران، كانوا صوبوه الناس شي 10 سنين قبل ما يموت، كيزيدوا كل شهر ولا كل عام كيزيدوا شي حاجه، وكيوجدوا مقال ديال التأبين، مات هاد السيد فلانفلاني، ها اللي عمل وها اللي ما عملش، وهذا النهار اللي كيموت كيزيدوا كيقولوا ها مات في النهار فلانفلاني. حنا في المغرب لا، حنا في المغرب عندنا كيموت اليوم صافي الله يهنيه بالسلامه بالسلامه، جوج كلمات. الوغ مقال التأبين ديال شي واحد خصو يكون مطول. دونك عيطت لهاد الزميل، سولتو قلتلو كيعيطوا ليا كيقولوا لي هاد الشيء وهاد الشيء صحيح وهذا شنو كاين، شنو انت عارف شي حاجه؟ لان ما عندي حتى شي خبر بحالي بحالك، ولكن غنسول. ايوا فات واحد الوقت، شي ساعه ولا ساعتين ديال المقال، وعيط ليا قال لي شوف انا الخبر اللي عندي هو هذا، الملك ديالكم جا لفرنسا، ما مشاش لديك القصر ديال بيتس ديالو اللي عنده في ديك نواحي باريس في الديبارتمون دلواز، مشى لديك الدار ديالو الجديده اللي عنده في واش جديده ولا قديمه اللي عنده في باريس، وجا دوز 4 ايام، قال لك هذيك 4 ايام كان ما في كيخرج بالليل كيمشي يتعشى ولا كيمشي نشط مع راسو، وقال لك النهار الخامس جات واحد الازمه النهار الخامس ملي كان جا لفرنسا، جات واحد الازمه وضخ ضخ ضخ ما عرفناش واش سخف ولا، وقال لك والدنيا تقلبت عنده تما في الدار في باريس، تقلبت الدنيا. اول شيء قال لك الملك عنده شي حاجه، الملك كيموت، الملك هذا كيبان لي هذا الخبر هو اللي وصل ليوتيوبرز، هاد اليوتيوب هما اللي خرجوا هاد الخبر ديال الملك في الكوما، الملك مات، الملك هما اللي خرجوا هاد الخبر، ديك الخبر وصل لهم باش هو هذاك شي واحد تما واحد صغير قال لهم الملك داخ صافي مات ولا دخل الكوما شي حاجه. دونك لوريجين ديال الخبر غادي يكون صحيح، بالحق الملك جاتو غير واحد الازمه، علاش الملك كيدوخ، الملك ما كيقدرش كاع يبقى يخلف بزاف، ما يقدرش، ما عندوش ديك الامكانيات باش يخلف بزاف، هادشي ديال الاحتفالات ديال عيد العرس اللي ما عملوهمش، الملك ما يقدرش يبان ولا يخرج من فوق ديك الخيل ديالو، فهمتي، وفي الساحه في ديك الساحه التطوان ديال القصر الملكي التطوان يقدر الملك يطيح. دونك انا من ديك ملي هاد السيد هذا اكد لي قال لي شوف ما كاين لا كاين لا موت لا والو، السيد مريض سخف، واش ديك الشيء كان صعيب ولا ما كان صعيب، هذه ما عنديش انا الخبر، ولكن في ديك النهار اللي سخف الملك تقلبت الدنيا في ديك الدار ديالو في باريس، وصلنا فين خرج ديك الخبر قلتكم وشدوه ديك اليوتيوبرز ونشره. عاد دابا اليوتيوبرز كاين واحد 4 ولا 5 اليوتيوبرز، قولوا كاع واحد 3 مضيقين بزاف النهضة، مضيقين بزاف 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 بزاف، عاد المغاربة كيتيقوا أكثر من اليوتيوبرز كم الصحافة ديالهم. انا هاد اليوتيوبر الناس اللي كنعرفهم، الناس اللي كيقدر دابا يتصنت لي كنشرح له قول له شوف ما تقتلوش المصداقيه ديالكم، الناس في المغرب كيثقوا بكم. دونك انا مشيت سولت شنو مالو جاندو ملك المغرب، ها في الدول الاخرين غادي يكون الملك مريض ولا رئيس ديال الدوله خصو كيعمل واحد الفحص طبي وكيخرجوا كيبين الناس السيد كيحكم على واحد الدوله
خصوص الناس ديالو خصهم يعرفوا واش مريض واش ماشي مريض، وديك المريض واش خطير ولا ماشي خطير. حنا في المغرب حقوتكم كتقول لمالك مريض كيدخلك للحبس. على هادشي اللي كاين واحد المشكله كنعاود عاود بين النظام، بين المخابرات المغربيه وواحدين ديال اليوتيوبرز. المغاربه مابقاوش كيتيقوا في الصحافه ديالهم، الصحافه ديالهم ما كتكلم على والو، الوغ كو المرض ديال الملك مهم للمغاربه. المغاربه خصهم يعرفوا باش يعرفوا بالديتاي شحال عنده ديال الجلوبيول غوش، شحال عنده ديال الجلوبيول بلون، شحال. لا لا لا، خصهم يعرفوا واش الملك يقدر يحكم ولا ما يقدرش يحكم. بقيت كنسول من هنا لقيت واحد جوج ديال الاحتمالات، جوج ولا وحده فيهم ديك الجوج. الاولانيه بحال كنكتبها واحد زميل كان خدام في، لا لا ديك باقي دابا هو المراسل ديال جريده الموندو في اسيا، واحد صحفي مهني كنعمل واحد الخدمه اللي خصهم يعملوها الصحفيين كاملين. نهار اللي كان الملك في 2018 كذا اللي كنعمل شي عمليه جراحيه، كان هو شنو عمل كصحفي، مشى لباريس، كان هو المراسل ديال الموندو في المغرب، مشى لباريس، مشى لديك لاكلينيك، بدا كيهضر مع الناس باش يدخلوا. قال لهم انا صحفي باغي هذا الخبر، لا دابا يقدروا يعطيوه لك. مشى شي واحد استاذ جامعي هو عطاه واحد الديتاي، استاذ جامعي عيط لشي ناس كيعرفهم في ديك المصحه اللي كان فيها الملك كنعمل فيها العمليه. وديك السيد اللي مشى عنده قال له شوف انا اللي كيقولوا لي الملك فيه واحد المرض سميتو ساركويد. ايوا قال لهم هذا واحد المرض فهمتي كيهجم على رئتين، فهمتي رئتين ديال الشخص، كيهجملو على الجلد ديالو، كيهجملو على العينين ديالو، كيهجملو على القلب ديالو، القلب وعلى شي 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 وعلى شي حوايج اخرين. تي هو كان خرج هذا الخبر كنكتبو وعطى هذا الديتاي. هذيك الوقت ما المغرب ما جاوبش. هادشي اللي كان تكتب في جريده الموندو ما جا حتى شي يبين تكذيبي كيقول هادشي اللي كتب هاد الصحفي ماشي هو هذاك. وديك الصحفي كان ساكن في المغرب في ديك الوقت. عاود شي فهمتي شي واحد لي سورس اخرين، واحد الناس اخرين او حتى هما مقربين من شي اشخاص عندهم شي فهمتي عندهم شي علاقات مع النظام المغربي، الخبر ديما كيخرج من هاد الناس هادو، ما كيخرجش من شي جهه اخرى. قالوا له الملك عنده المرض ديال هاشيموتو، هو واحد مرض كيكون في اضطرابات هرمونية. علاش ساركويد و مرض ديال هاشيموتو حتى هما عندهم شي علاقة مع الهرمون، كيكون عندك شي مشكل في ديك الهرمونات ديالك فهمتي، هو كيجعلك عندك إما المرض ديال هاشيموتو إما المرض ديال ساركويد. وحنا غنجيبو دابا غنتكلمو، إما يقدروا عندك بجوج بيهم ولا كاع ثلاثة بيهم. دونك ملي كيكون عندك هاد المرض ديال هاشيموتو كيهجم لك على اجزاء متعدده من الجسم ديالك، بحال دابا كيعطيك العيا ولا كيعطيك الزياده ديال الوزن. ولا عقلتو الملك نهار اللي كنطلع للعرش كان ضعيف، وفات واحد الوقت وتنفخ بزاف. هذا المرض هاشيموتو كيعمل هادشي هذا، ولا كاين عندك شي صعوبات في تحمل ديال البرد، ولا عندك الالم في المفاصل ولا العضلات، عندك امساك فهمتي، عندك ضربات القلب. وما نسوش الملك عمل عمليه على القلب وكيهجم لك حتى هو كيهجم لك على رئتين ديالك، اما ديك الرئه وهذيك وحده ولا بجوج بهم. هذا المرض هاشيموتو. ولكن ملي سولت واحد الاستاذ جامعي هنا في واحد الجامعة في برشلونة، قلت له انا نشوف واحدين كيقول لي ساركويد، الاخرين كيقولوا لي هاشيموتو، انا ما عرفت، انا بغيت نعرف واش هذا. جاوبني قال لي شوف، قال لي كيتشابهوا بجوجهم بزاف،
بزاف بزاف بهم. قال لي المرض ديال الساركويد والمرض ديال هاشيموتو كيتشابهوا بزاف، عنده لي ميم زيفي، كيعملوا براتيكمون لي ميم زيفي، كيهجموا لك على العينين ديالك، كيهجموا لك على لي بومون ديالك، كيهجموا لك على بزاف ديال الاعراض ديالك ديال الجسم. هذاك وقال لي ملي عاودت له قلت له لا العلاقه انا كيبان لي عنده هاشيموتو، باسكو انا كنعقل الملك كان ضعيف وفات واحد الوقت ومريض وتنفخ بزاف وهاشيموتو كينفخ عباد الله. قال لي والحق دابا الحاله ديالو كيفاش عامله الملك؟ قلت له الحاله ديالو دابا فهمتي واحد شويه كيبان لي ضعيف، السيد ضعف بزاف وهذا. وقال لي شوف انا غائب ديالي هو هاد السيد، هاد السيد المريض عنده جوج الامراض. قال لي هاد لي مالادي اوتو ايموني، قال لي كيقدر يكون عنده وحده، يقدر يكون عنده جوج، يقدر يكون عنده ثلاثه ولا اربعه، فهمتي وحده كتحل الطريق الاخرى. قال لي يقدر يكون عنده هاشيموتو ويقدر يكون عنده ساركويد، يقدر يكون بدا بهاشيموتو وتزاد عليه الساركويد، فهمتي. قال لي انا عندي بزاف ديال الناس عندهم هاشيموتو هادي 20 سنه، هادي 30 سنه وباقي مزيان مع راسهم. قال لي كي عندهم سبيسيال ممكن تكون عندهم شي مشكل هنا في التيرويد ديالهم هنايا، يقول لك بواحد فهمتي، واحد كنقولوا حنا باستيه، واحد الدواء في النهار كيشرب ما عنده حتى شي مشكل. الحكي جملو بزاف بزاف على التيرويد، ولا كيكون خرج له من التيرويد. وانا قال لي انا كيبان ليا ولا الحاله ديالو صعيبه، يقدر يكون ساركويد هاشيموتو والساركويد وشي حاجه اخرى. انا ما قدرتش نقول لك ولا ما عنديش، ما شفت الدم ديالو، ما عملت له شي دي زاناليز بوسي باش نعرف انا هادشي هذا. انا عارف الملك عنده مشكل، ما كيتنفسش مزيان في ديك الرئتين ديالو، في ديك لي دو بومون ديالو، ما عندوش شي الملك، ما عندوش شي كانسير ولا شي حاجه اخرى، عنده هاد المرض كي دوريجين هرمونال. عطيكم واحد الخبر اخر باش نفضيو هاد الفيلم، هاد الفيديو هذا الاخير، ماشي الاخير غير دابا ديال هاد السيمانه الجايه ان شاء الله غنتكلموا على ديك الحرب السريه بين الاخوه زعيتا والمخابرات المغربيه وشي افراد من العائله الملكيه. نعطيكم واحد الخبر باش تشوفوا كيفاش عملنا باش حنا وصلنا له. هذا هو الى هذا القرن اللي كانت عندي دوما ماجازين، كان ديك وزير الداخليه طريس البصري كان باقي في المغرب، ما كانش وزير الداخليه، كان صافي كان جرى عليه محمد السادس. غادي عاودتينا نعاودوا علاش محمد السادس جرى على طريس البصري. بشويه تصبر، حنا غادي بشويه حنا الفيديو ديالنا كندوزو فيهم بزاف الوقت، حتى كنعطيكم ديك الشيء مطقطق فهمتي، ماشي كنا فيديو صعيب. اليوم كنقول غيفوت واحد الشهر غنقول لكم بي الخبر هذاك الخبر اللي عطيتكم قبل، غيكون بي لا الفيديوات ديالي قلت لكم انا نقدر نختار واحد 10% واحد 7-8 هادشي عادي، انا ما عنديش دوكيومونتريس، انا كنعمل كلشي، ولكن الخبر اللي كنعطيكم كيكون مأكد 90%. دونك انا في اوائل هذا القرن ملي كانت عندي دوما ماجازين واحد نعيط لي واحد السيد، دابا نعطيكم شي ناس السميه ديالو، ماشي هذاك اللي عطاني هذاك ديال الموت ديال الحسن الثاني، لا هذا واحد اخر، هذا مدخل هذاك الشيء ديال العائله الملكيه فهمتي. عيط لي قال لي تليفون، وهذا ما كيخافش حتى هو، العائله الملكيه عيط لي في التليفون، عيط لي في البورطابل. وخطب كان الجنرال حميد العنيقي، كان الشاف ديال الديستي، كان مسجلنا كلشي 24/24. عيط لي قال لي شوف في لاكدال جات واحد السياره ديال الديستي، او هجمت على واحد السياره، حبست واحد السياره ديال الرئيس البصري في لاكدال، ياك وكان فيها الشيفور ديال الرئيس البصري، ياك كان فيها الحفيظ ديال
الطريق البصري. وجات ديك السياره ديال التيستي، وقفت السياره هذه ديال الدريس البصري، ما كانش فيها دريس البصري، وخرجت الشيفور ديالو وداته، ما قاليش هو واش داته لتسماره ولا ما داته لتسماره ولا داته لشي مقطع اخر، وداوه وسمحوا في الحفيظ ديال الدريس البصري. كان بيبي، بيبي كان صغير، بيبي خلاوه بوحدو طوموبيله موقفه، موقفه في الزنقه، في واحد البيبي كيغوت. والديستي شدت ديال الجينيرال حميدو العنيقري، شدت الشيفور ديال الدريس البصري. نعطيكم السميه ديالو، هو السيد كان باقي سميتو بونو، وداتو واحد البلاصه كتفوه جي دوه شي بلاصه باش يعذبوه، باش يخرجوا له شي خبر على الدريس البصري. كيفاش سمحوا في الطوموبيله خاويه فيها واحد البيبي؟ يقدر ديك البيبي يخرج من الطوموبيله يضربوا شي سياره اخرى في الزنقه في الاكدال. هاد السيد عطاني خبر اللي انا نقول لك شنو كاين، ما نقدرش نقول لك علاش داواه، ما نقدرش نقول لك شنو وقع دابا، انا كنعطيك الخبر. ايوا قال لي دابا عاد وقع هذه واحد سعد لما قالها. قلت لكم السياره ديال الدريس البصري، الشيفور ديالو بونو كان مع الحفيد ديال الدريس البصري، جاو هزوه داوه واحد البلاصه طلعوا على العينين ديالو وعذبوه باش يخرجوا منه شي خبر. انا عملت الخدمه ديال الصحافه اللي كنعملو حنا، الخدمه ديال الصحافه شنو هي؟ انا شديت التليفون عيطت للدريس البصري قلت له سي دريس انا عندي هذا الخبر. قال لي شكون عطاك هذا الخبر؟ بقى ساكت ساكت ساكت. واحد الدريس البصري بوليسي كبير كيعرف كيسجلونا، بقى ساكت. قال لي انا ما نقدرش نتكلم بعد دابا وقطع. شنو عملت انا؟ كانت عندي عاود شي ناس كنعرفهم، شي ناس قراء ديالنا عندنا في البوليس، ماشي البوليس السياسي، انا قلت لكم هذوك ديال هذوك الى الجحيم هذوك ان شاء الله، ديال البوليس السياسي ديال ديستي وديال ديال لاجيد وديال ديك المغدا ولا ديال البوليس ولا شنو. انا هذو بوليسيين عرفتي كيكونوا المتتبعين ديالنا، الناس كيكون قاريين و عرفتي وكيتعاطفوا معنا واخا ما متفقينش معنا في كل شيء. شفت واحد السيد ما كاين لا تليفون لا والو، هاد الناس هذوك كنا كنتكلموا معاهم، عندنا واحد اللي كانوا ديالنا ما نقدرش نقول لكم كيفاش. سولت واحد السيد قلت له شوف وقع هاد السيد في ديك النهار، قلت له انا دريس البصري اكد لي بلا ما ياكد لي، قال لي بلاتي نشوف لك انا. سول بس تعرف البوليس، سول ديك البوليسي ديال لا سيركولاسيون اللي لقى السياره ديال دريس البصري موقفه في الطريق والحفيد ديالو مسيب تما، مسيب مسيب داو الشيفو. قال لي قالوا لي ان الطوموبيله ديال دريس البصري هذا الشيء. كنبين لكم اولا كيفاش حنا كنخدموا باش كنجيبوا داك الخبر، وانا داك الخبر كنت خرجته بحق، خرجته كانت عندي اسبوعيه حتى الاسبوع اللي كان جا عاد كنا خرجنا، ما خرجوا حتى واحد حتى واحد ما خرج الخبر. وثانيا انا ما خرجت لا سورس ديالي، ما قلتيش شكون السميه ديال السيد اللي عطاني هذا الخبر، كاين هذا السيد هذا من ديك الناس ديال باش ينقلوا ديال النظام ديال القصر الملكي عطاني هذا الخبر. وثانيا باش تعرفوا هذا الجنرال حميدو العنيقري شنو كان كيعمل، هذا الجنرال حميدو العنيقري دباح. ملي كنقول دباح هي الذبيحه، فهمتوني؟ ماشي جلاد، لا هو جلاد وقتال واللي بغيتو بالحق دباح. شنو غنعاود لكم؟ جنرال حميدو العنيقري دباح. وديك النهار غنقول لكم شكون اللي عطاني الخبر بان الجنرال حميدو العنيقري دباح. ونزيد واحد الكلمه اخرى ودابا تفهموا نتوما، بنك المغرب، جنرال حميدو العنيقري دباح بنك المغرب. انا كنعرف الجنرال حميدو العنيقري اللي كان كيقول الفؤاد علي الهمه في التليفون في تطوان
الصيف ديال 2003، قل سيدنا صافي حنا غنقضيو على هذا المغرب، صافي صافي حنا غنقضيو عليه، وانا ديجا في الحبس وانتم قضيتوا عليا. ايوا هو هذا، نخليكم على هذا الشيء هذا، ودابا ان شاء الله نرجع نتكلم على هذا الملفات الساخنة. مع السلامة، إلى اللقاء.